السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الخامس الابتدائي. هنشرح مع بعض lesson 4 and 5 from unit 2، الدرس الرابع والخامس من unit 2 من كتاب bit by bit 2025. عندي هنا a sports biography، سيرة رياضية، سيرة ذاتية رياضية. عندي champion بطل رياضي، athlete لاعب رياضي، medal ميدالية، biography سيرة ذاتية من شخص، competitor متسابق، the future المستقبل، water bodies مسطحات مائية، pollution التلوث. Other words، كلمات أخرى عندي Paralympic Games الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، Olympic Games اللي هي الأولمبيكس للألعاب الأولمبية، Training التدريب، Prize جائزة، Gold Medal ميدالية ذهبية، Bronze Medal ميدالية برونزية، Special Moment لحظة خاصة، Sportist person شخص رياضي، Moroccan مغربي الجنسية، Special needs احتياجات خاصة، Taekwondo at the age of في عمر، Practicing hard التدريب بجد، Flag علم، Chemicals مواد كيميائية، Toilet المرحاض أو الحمام، Running water مياه الجارية، Organisms الكائنات الحية، Waste water مياه الصرف، Wildlife حياة برية، Garbage كمامة. عندي الصفات، اوكي، adjectives الصفات، amazing مذهل او مدهش، important مهم، harmful ضار، interesting شيق، kind عطوف، special خاص او مميز، successful ناجح. طيب تصريفات الافعال regular verbs، عندي compete competed يتنافس، carried kill destroyed avoid او عندي cause الاول caused يسبب، avoided يتجنب. الريجولار فيربس افعال غير منتظمه، when one became lose يفقد lost، throw how to write a biography اذا تكتب سيره ذاتيه. بنقول اول he or she was born on، تكتب تاريخ ميلاده، او كمان نقول هي بيجان او شي بيجان بدأت امتى، بعد كده فاز باول ايه، شي واز ذا فيرست ايه، شي از سكسسفول بيكوز هي كانت نجاحها بسبب، شي وان فازت بايه، شي اولسو او مروفر او از والاز يعني ايضا او علاوه على ذلك. طيب لو انا مثلا هعمل سيره ذاتيه عن محمد صلاح، فاقول محمد صلاح از ا فيموس فوتبول بلاير، هي واز بورن اون جون، اتولد في جون 1992. He began playing football، بدأ يلعب football when he was young، لما كان صغير. He is a successful sports person، هو شخص رياضي مشهور، because he trained a lot to win award، تدرب كثيرا عشان يفوز بجائزة. He also helps poor people in the village، بيساعد الناس الفقيرة في القرية. طيب أهم جمل بقى عندي عن هداية ملاك. هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player، هداية ملاك لاعبة تايكواندو مشهورة. جمل مهمة جدا لازم تحفظها عشان تعرف تعمل الباراجراف. She's one of the two people who carried the Egyptian flag in the Olympic Games. واحدة من أول أو واحدة من الاثنين الذين حملوا علم مصر في الألعاب الأولمبية.
She began practicing taekwondo, بدأت ممارسة التايكواندو at the age of 7 في عمر 7. She won the bronze medal, فازت بالميدالية البرونزية. She helped American athlete with special needs, ساعدت لاعب رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة. بعد كده نتكلم بقى عن تلوث الماء عشان لما يجي لك باراجراف عن تلوث الماء بقى عارف جمل من هنا. Water pollution can kill organisms, تلوث الماء بيقتل الكائنات الحية. Dirty water, المياه القذرة can make children and old people ill, بتخلي الأطفال والمسنين مرضى. Polluted water destroys wildlife in river, المياه الملوثة بتدمر الحياة البرية في الأنهار. Save as much water as possible, حافظ على المية بقدر الإمكان. Never throw garbage in or near lake or beach, لا ترمي قمامة بالقرب من أو في البحيرة أو الشاطئ. طيب دي النص ده ملاك وهنا نص برضو بتاع التلوث. هنخش بقى احنا على الاكتيفيتيز الانشطة اللي عندنا اللي هي صفحة 89. Listen and choose the correct answer. There are famous Egyptian sportsmen like هداية زي هداية ملاك and رانيا الاود and رانين الولي and رانيا الواني. Let's talk about Rania Ilwani. She is a famous Egyptian swimmer. She was born on October 14, 1977. She began practicing swimming at the age of 6. She won many gold and bronze medals. يبقى Rania Ilwani is a famous Egyptian swimmer. سباحة مصرية مشهورة. Rania Ilwani was born on اتولدت في October 14, 1977. She practiced swimming at the age of 6, بدأت في عمر السابعة السادسة عفوا. She won many gold and bronze medals. Question number 2, she was the correct answer. She's good at sports, هي كويسة في رياضات. She's a famous, هي famous ايه؟ famous athlete. يعني كويسة في رياضات يبقى هي لاعبة رياضية مشهورة. لكن دكتور ده طبيب دكتور اهو تيتشر معلم فيت طبيب بيطري. Number 2. Water pollution تلوث الماء is very useful مفيد good جيد harmful ضار helpful نافع. طبعا تلوث الماء is very harmful ضار جدا. Number 3 she won many prizes فازت بجوائز كتيرة at the age of 14 في عمر ال 14 يبقى التعبير على بعضه at the age of يعني في عمر. Number 4 I didn't win the race انا لم افز بالسباق but I won the bronze ولكن فزت بالبرونز ميدال بالميدالية البرونزية. طيب لكن ميتال معدن راكت مضرب تيكت تذكرة. Number 5 I play with عمر انا بلعب مع عمر. عمر is my يبقى عمر هو الكومبيتيتور يعني الخصم او المنافس بتاعك. لكن تريننج تدريب ميدال قلنا ميدالية برايز جائزة. Number 6 هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player لعبة تايكواندو مشهورة لكن توكسيك سام انجري غاضب unhealthy غير صحي. ما يا حضرات السؤال الثالث read and complete the text with the word in the box. And taekwondo رياضة التايكواندو برايزز جوائز born ولدة ميدال ميدالية وان فازة. هداية ملاك is a famous Egyptian athlete. She was هي كانت she was born ولدت on April 21, 1993. She started practicing بدأت في ممارسة التايكواندو بدأت ممارسة التايكواندو at the age of 7 في عمر 7. She won many فازت بميني برايزز جوائز كتير at the age of 14 في عمر 14. She also won the bronze فازت بالبرونز ميدال الميدالية البرونزية in 2016 في 2016. طيب نكمل مع بعض. I want to be healthy أريد أن أكون بصحة جيدة. Read the text answer the question اقرأ النص وجاوب على الأسئلة. Water pollution تلوث الماء is when harmful chemicals لما المواد الكيميائية الضارة go into water bodies بتروح في المسطحات المائية like river زي الأنهار lakes والبحيرات and seas والبحار. Water pollution تلوث الماء can kill fish بيقتل الأسماك birds والطيور and crabs والكابوريا that live in the water اللي عايشة في الماء. It can also kill birds that eat the fish كمان بيقتل الطيور اللي بتاكل السمك.
Water pollution can cause animals to lose their homes and change their habitats. تلوث الماء ممكن يسبب للحيوانات أنها تفقد مواطنها وتهاجر أو تغير البيئات بتاعتها. Dirty water can make children and old people ill. الماء الوسخة أو القذرة ممكن تخلي الأطفال والناس الكبيرة مرض. We can stop water pollution. ممكن نوقف تلوث الماء. We can save as much water as possible. Take short shower. Avoid running water and never throw garbage in or near lake or beach. Choose the correct answer. Water pollution, تلوث الماء, is dangerous, خطير. Can make children and old people ill. طبعا دي dirty water, مياه القذرة, ممكن تخلي الأطفال والكبار مرض. لكن salty مالح, fresh عذب وكلين نظيف. What is water pollution? إيه هو تلوث الماء؟ أهو إجابة من أول. Water pollution is when harmful chemicals go into water bodies. يبقى دي إجابة السؤال الثالث. السؤال الرابع. How can we stop water pollution? كيف نوقف تلوث الماء؟ أهو. We can save as much water as possible. Take short shower. Never throw أي لا ترمي garbage in or near the lake. يبقى دي إجابة السؤال الرابع. نكمل مع بعض يا حضرات. وهنا عندي put the words in the correct order. ضع الكلمات في الترتيب المناسب to make sentences لكي تعمل جمل. عندي هي practicing hard. بتتدرب بجد. Number two. هداية is a very kind person. هداية is a very kind person. يعني شخص طيب جدا. Number three. هنكتبها هنا تحت هنا كده. What does she want for the future? ماذا تريد في المستقبل؟ يبقى هنا what does she want for the future? Number four. She هي helped ساعدت a Moroccan athlete لاعب رياضي with special needs من ذوي الاحتياجات الخاصة with special needs. طيب نتكلم مع بعض. هداية ملاك يبقى كابيتال اتش هنا عشان ده ترقيم وملاك اسم شخص وهنا الفول ستوب. وات كابيتال دبليو هداية دونا وهنا كويشن مارك. طيب تعال نتكلم بقى على موضوع على يور فيفورت بلايرز. هداية ملاك يبقى نقول مثلا هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player. لعبة تايكواندو مشهور. Okay. She won many prizes. هي فازت بجوائز كتيرة. هنقول كده اهو. She won many prizes. فازت بجوائز كتيرة. She helped. هي ساعدت a Moroccan athlete. ساعدت لاعب مغربي أو لاعبة مغربية with special needs. With special needs. She wants her to read to win and to fuse a gold medal بميدالية ذهبية in the future في المستقبل. طيب تعال نخش على تدريبات الأزهر. سؤال استماع الأزهر هنا. I go to the tennis court in the club near my house to play tennis. I take a racket and tennis ball. I go tennis court in the بروح ساحة التنس في النادي. Club. The club is near my house. النادي قريب من منزلي. I take to play tennis. باخد راكت مضرب عشان العب تنس. طيب complete the dialogue. What are you watching? ماذا تشاهد؟ An old squash match.
يعني ماتش سكواش قديم. What sport ما الرياضة are you good at التي تجيدها. I'm good at playing أنا جيد في لعب. طبعا هنا هنخلي دي ماتش وهنا سكواش. Okay reading comprehension سؤال القراءة. Read the text, answer the question. Hi, I am Osama. I am good at playing football and making cakes. I play football with my friends at the club. I go to the club every morning. I'm bad at playing handball. What is Osama good at? Osama جيد في إيه؟ يبقى هنقول he's good at playing football. He's أهي الإجابة. He's good at playing football. هو جيد في اللعب كرة القدم and making cakes وعمل الكيك. When does Osama go to the club؟ أين أو متى يذهب إلى النادي؟ Every morning كل صباح. يبقى كده every morning كل صباح. Choose the correct answer. Osama like making. Osama بيحب يعمل cakes. Osama is bad at playing. Osama سيء في لعب إيه؟ تعال نشوف هنا bad at playing handball. طيب عندي هنا number 5 أسامة plays with his. أسامة بيلعب مع أصدقائه. هو قال لك في النص هنا مع أصدقائه. أوكي طيب choose the right answer. اختر الإجابة الصحيحة. I am good at playing football. يبقى good at. هداية born on April 21. طبعا هنا was born ولدت. I am good at handball. أنا كويس في الهاندبول. بط I am bad at tennis. ولكن هنا في تناقض يبقى ناخد بط. Number 4 I like sitting. بحب أجلس in the of trees. بحب أجلس في الشيت في ظل الأشجار. لكن chair دي كرسي وشيب دي سفينة. Number 5 Soha is bad at kung fu. Soha is bad at playing kung fu. We need and order the words to make sentences. Where do you play tennis? أين تلعب التنس؟ Number 2 See you later. ألاقى لاحقا in the club. في النادي. Number 3 Cats القطط are good at jumping. القطط جيدة في القفز. Number 4 Why is she لماذا هي important. Why is she important لماذا هي مهمة. طيب. Number 5 Dirty water المياه القذرة can make children ill. ممكن تخلي الأطفال ill مرضى. عندي هنا activities أنشطة على unit 2 الوحدة الثانية. Listen and circle the correct answer. Pollution is a dangerous problem in our world. It destroys our life. People throw garbage in lakes, rivers, seas. The polluted water kills organisms that live in the water. We should find solutions to this problem and save water. Pollution is a dangerous problem in our world. People garbage in lakes, rivers. طبعا هنا سرو بيرمو. The water kills organisms that live in the water. Polluted water. المياه ملوثة. We should find solution to the problem and save water. Choose the correct answer. Football is my favorite. كرة القدم هي my favorite إيه؟ Sport. يبقى رياضات المفضلة. I can do high kicks. أقوم أو أستطيع أن أقوم بقفزات عالية في إيه؟ في الكونغ فو. في رياضة الكونغ فو. لكن سيلينج ده بحار. تنس. تنس. هاندبول كرة اليد. We should clean air. We should breathe. يجب أن نتنفس الهواء النظيف. We should breathe clean air. لكن بلوت يلوث. Stop يقف. Lose يفقد. I play tennis with balls. بلعب التنس بالكرات and tennis rackets ومضارب التنس. لكن goggles نظارة السباحة. Pitches ملاعب كرة القدم. Boots حذاء كرة القدم. Read and complete the text with the words in the box. هداية ملاك is my favorite player. She is a famous Egyptian أسليت لعبة رياضية يعني. She started بدأت practicing ممارسة أو تدريب التايكواندو
at the age of 7 في عمر 7. She won Fajit prizes at the age of 14. She also won the Fajit ميدالية برونزية in 2016. نمبر سي هنا she won. طيب تمام. Read the text, answer the question. اقرأ النص وجاوب على الأسئلة. Sara is my little sister. Sara أختي الصغيرة. She's 7 years old. عندها 11 سنة. 11 years old. She likes sports a lot. بتحب الرياضة كثيرا. Her favorite sport is squash. رياضتها المفضلة هي الاسكواش. She plays it at the club. بتلعبها في النادي. With her friends. مع أصدقاء. She practices squash. بتمارس squash twice a week. مرتين في الأسبوع. She won many prizes. فازت بجوائز كتير. She wants to be a famous player. عايزة تكون لعبة مشهورة. My parents والدي her practice well. She's very clever and active. All the teachers like her and she won many prizes in the school team. Sara plays squash at the بتلعب فين squash في النادي. شوف كده مع بعض. طيب club او في النادي. Number two, she wants to be a famous. عايز تكون بقى famous player. لعبة مشهورة. How old is Sara? كم عمر سارة؟ طبعا 11 اهو. يبقى she is 11 years old. عمرها 11 سنة. She is 11 years old. What is Sara's favorite sport? رياضة سارة المفضلة ايه؟ طبعا هنقول هنا رياضتها المفضلة هي squash. نكمل مع بعض. مريم is good is great at doing jigsaws. مازن is great at جيد في doing jigsaws في حل الصور المتقطعة. Number two. هداية one فازت many important medals كثير من الجوائز او الميداليات المهمه. Read and write is the correct form of the word in practice. She's good at بعد good at الفعل في ING بس swimming. I go to the club بروح النادي to play to المصدر tennis. Punket with the following. He's a famous Egyptian player capital H Egyptian capital E والنقطه هنا. طيب اتكلم على سبورتس بيرسون شخص رياضي في الباراجراف اللي فوق اتكلمنا على هدايا ملاك ممكن هنا تاخد الموضوع ده وافكار من الموضوع اللي هنا. وبكده نكون خلصنا يونت 2 الوحده الثانيه من منهج الصف الخامس الابتدائي من كتاب بيت. كان معكم مستر محمد شعبان واتمنى لكم التوفيق جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.